ممكن اقعد اصلي 100 ركعه وممكن اتصدق بمليون جنيه وممكن اعمل 30 حجه و100 عمره ومش مقبوله ليه؟ ايوه حد هيفتن علينا. ليه حضرتك؟ عشان قلبي ما كانش حاضر. يعني تخيلي دلوقتي انا وحضرتك داخلين سباق، فالمفروض السباق هيمشي من هنا، فحضرتك جريتي في كده وانا جريت كده، انا بجري اسرع منك لكن انا كده هوصل. انا بجري في الاتجاه الغلط. ففي ناس تروح تعبد ربنا حضرتك وقلبها مش حاضر، قلبها مش نظيف. يعني اللي هو بيصلي مثلا بيصلي وحاطط في دماغه او بيفكر مشغول وهو بيصلي. لا مش دي بقى زيت فلان مثلا. ايوه هي دي. لان لو قلنا باله مشغول يبقى لا كلنا كده صلاتنا مش مقبول. لا طبعا. هو الافضل طبعا التركيز في بالزبط الصلاه اللي هو الخشوع، ولكن لو حصل انه انشغلنا باي شيء فربنا يعني غفور أحسن. رحيم طبعا. خدي بالك بقى يوم القيامه بقى المتكبر ده اللي هو كان شايف نفسه في الدنيا، شايف نفسه بقى يا ارض تهدي ما عليك اهدي، انا هو انا في زي نحن الذي واللذون وهؤلاء والاولى. فيجي بقى يوم القيامه مفكر انه هيعمل له المهرجان ده. وللاسف في ناس بتجيد صناعه المستكبرين، وسع للباشا وسع مش عارف ايه. مش انا بقول لك احنا السبب بالظبط حضرتك. فيوم القيامه في ثلاثه لا يكلمهم الله، ثلاثة ربنا مش هيكلمهم خالص. اعوذ بالله. منهم سيادتك المستكبر، اقول لك الاثنين التانيين الكذاب والزاني. الثلاثه دول ربنا يعني تخيل بقى هو كان في الدنيا شايف صاحب هيلمان وبتاع، ويوم القيامه نكره ملوش في. يعني في واحد يخش في مكان يقول لك ايه ما تعرف عن نفسك، يقول لك لا مش هو ده المكان اللي انا اقول انا مين. اصل حاجه كده هتتلم وتمشي. انما يوم القيامه انت محتاج تعرف عن نفسك. انت محتاج تقول انا اهو باعمالك. بالضبط. ولذلك واحد حب يشوف نفسه على احد الصالحين فبيقول له أه تدري من انا؟ قال اعرفك جيدا. انا عارفك والله عارفك. هو الراجل ما كانش يعرفه. قال وكيف تعرفني؟ قال اعلم علم اليقين انك خرجت من مجرى بول ابيك مره ومن مجرى بول امك مره. بتتكبر على ايه؟ ما احنا كلنا عارفين احنا جايين منين. واخده بال حضرتك؟ طيب هقول لك بقى الناس ممكن تتكبر ازاي. لسه كنت هسالك بقى، قول لي كده صور للتكبر عشان الشخص اللي بيظلم ما بيبقاش شايف انه بيظلم. احسنتي. الشخص المتكبر ما بيبقاش شايف انه بيتكبر. احسنتي. الشخص اللي بيكذب احيانا يكذب ويصدق نفسه لدرجه انه يقتنع ان الشيء اللي بيكذبه دي حقيقه وحصلت ويعني وهو ما بيكذبش. هقول لك صور من صور التكبر مش هتصدقيها في حياتك. قول. ممكن واحد يتكبر بالعلم. بالعلم؟ اي والله. ان هو يعني انا دماغي مع ان العالم الحق هو الذي يظن انه لا يعلم شيء، لانه طول الوقت بيبقى في حاله بحث. صح حضرتك. ويبقى مقتنع ان هو لسه قدامه كتير. اقول لك على حاجه خطيره. ربنا نزل ايه في القران بيقول فيها واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. عارفه الايه دي نزلت في واحد من تلاميذ سيدنا موسى اسمه بلعام بن بعوراء. بلعام بن بعوراء كان عبد صالح اعطاه الله اسمه الاعظم. عارفه يعني ربنا اداله ايه؟ اداله كل حاجه، وهو الاسم الاعظم ده اللي يدعي بيه وجاب. فكان مستجاب الدعاء من شدة دعائه، هدا من شدة طاعته هداه الله إلى اسمه الأعظم، وكان مقرب لسيدنا موسى. فسيدنا موسى أرسله إلى بعض بني إسرائيل يدعوهم. فالناس فضلوا حواليه كده عايزين يغووه، مش عاجبهم الدين ده، فغووه. غووه بإيه؟ بالذهب، المال، الفلوس. فكانوا يقعدوا خد فلوس ادعي لنا، وكان مستجاب الدعاء إلى أن قرر سيدنا موسى أن يداهم هذا الرجل. خلاص ما وصلوا صيته بقى وأنه باع نفسه الدنيا. فلما جاء سيدنا موسى إليهم، شوف ده استكبر إزاي، قعدوا يقولوا له إيه أخرج بقى ده على سيدنا موسى. يقول لهم لا ده رسول الله. طب هنديك من النساء ما شئت، من الذهب ما شئت، وخد فلوس كتير قوي. فصعد على جبل ونظر إلى جيش سيدنا موسى، كلما دعا بدعوة ردت إلى القوم الذي كان يعمل لأجلهم. شوف كبر وظنه انه وصل لمرحله انه قد ينافس سيدنا النبي موسى. عمل فيه ايه؟ بعد ما كان معاه سر الله الاعظم، اسم الله الاعظم، راح فين؟ كبر حضرتك.